لما يسمح لي بأن أضيف إلى ما ذكرتي حول حصيلة العمليات التي قام بها حزب الله منذ صباح هذا اليوم، العملية التي نشر بشأنها الحزب بيانا منذ حوالي نصف ساعة، استهداف جديد قام به حزب الله، استهدف انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع حدب يارون بقذائف المدفعية. الحزب يقول أنه أصاب هذا الموقع، موقع حدب يارون، بشكل مباشر، وهي المرة الثانية خلال يومين التي يستهدف فيها الحزب ذات الموقع، موقع حدب يارون. للتذكير، حزب الله استهدف أيضا ذات الموقع ضمن سلسلة استهدافات شملت ثكنات ومواقع إسرائيلية مختلفة شمال فلسطين المحتلة. قلت أنه هذا هو خبر الدقائق الأخيرة، هذا الاستهداف الذي طال موقع حدب يارون بقذائف المدفعية. سبق ذلك منذ صباح هذا اليوم 5 عمليات قام بها حزب الله، استهدف موقع هرمون بمسيرة انقضاضية، استهدف موقع الراهب بقذائف المدفعية وبمسيرة انقضاضية في عمليتين منفصلتين، واستهدف انتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع مسكاف عام، والعملية قبل الأخيرة التي نفذها الحزب هجوم بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث جنوب مستعمرة يعرى، والتي استهدفت تموضع الجنود والضباط داخل هذا الموقع. الجيش الإسرائيلي قصف صباح اليوم بقذائف المدفعية عديسة وعيت الشعب، ولم نسجل منذ ذلك الحين أي عمليات قام بها الجيش الإسرائيلي منذ هذا القصف المدفعي الذي طال هاتين البلدتين جنوبي لبنان. لكن على ضوء العمليات التي قام بها حزب الله وعلى ضوء هذه الاستهدافات، نتوقع أيضا عمليات إضافية للجيش الإسرائيلي. للتذكير كذلك، فإنه يوم أمس شهد كثافة في العمليات والعمليات المضادة، 15 هجوما نفذه حزب الله، طال مواقع وتموضعات إسرائيلية على طول الشريط الأزرق شمال فلسطين المحتلة. موقع المالكية على سبيل المثال وقع استهدافه في نفس اليوم يوم أمس في مناسبتين اثنتين، قاعدة ميرون كذلك شمال جبل الجرمق، والتي تعود الحزب أن يستهدفها كلما تعلق الأمر باختيال يطال أحد قياداته، استهدفها الحزب أمس لكن في إطار جبهة الإسناد، وعد ذلك أمرا لافتا في مستوى الأهداف التي يستهدفها الحزب والتي يضعها الحزب على لائحة أهدافه في خانة وفي سياق جبهة الإسناد. إذن نتوقع على ضوء مجمل العمليات التي وقعت أمس من هذا الطرف أو ذاك، وعلى ضوء حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي طال جنوب لبنان والذي أوقع 8 شهداء و3 جرحى، نعم منهم حزب الله 7 من مقاتليه، وعلى ضوء عدد العمليات الذي سجلناه إلى حدود الآن 6 عمليات من جانب حزب الله، نتوقع أن تتواصل جولة التصعيد هذه بهذا المستوى وبهذا النسق وبهذا النمط من القصف والقصف المقابل من قبل الطرفين، من قبل حزب الله ومن قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع التنويه بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من عملية استهداف عناصر حزب الله إما داخل سيارات أو على دراجات نارية أو في مواقع العمليات خلال الأيام الأخيرة، وهو ما بدا واضحا من خلال حصيلة الشهداء الذين وقعوا في صفوف حزب الله، والذين كما ذكرت نعم من بينهم 7 من مقاتليه سقطوا أمس.